مثل ما كلنا بنعرف اكيد من الاخر الاسترس يعني الضغط النفسي والاسترس اللي بنعيشه خلال النهار او قديش نحن تعبانين او نفسيا مضغوطين، هذا السبب بكفي لامراض جسمنا. فالاسباب الرئيسيه لخمول الغده الكظريه هي الاسترس. ليش؟ لانه الاسترس بيستنفذ منا الفيتامين بي 12 بي 1 بي 5، يعني هول كلهم جسمنا بيمتصهم من كثره الاكتئاب اللي عنا، يعني بيستنزفهم. ومعظم الناس واكثر الناس بتلجأ للاكل، يعني جسمهم بيصير على كثره الاسترس بيصيروا يروحوا يلجؤوا اكثر للمأكولات الغير صحيه، للنشويات والاكل البلا طعمه. عشان هيك اول شيء بدنا نقول للشخص اللي بيكون عنده خمول الغده الكظريه انه يكون عم يلتجئ ويعمل الفحوصات المهمه اللي تساعده انه يصلح عنده المعادن والفيتامينات بجسمه. اول شغله لازم نكون عم نستهلك كميه اكبر من البروتين، او عم ندخل بنظامنا الغذائي اليومي البروتين. ننتبه انه نكون عم ناخد الفيتامين بي من الخميرة الغذائية. واكيد طبعا ما بدنا ننسى انه نقلل نسبة الكاربس بجسمنا، يعني نحاول ناكل كاربس اقل بنظامنا الغذائي قدر المستطاع، نكون عم نساعد حالنا. عشان هيك انا بقول لازم نكون عم ناخد البي كومبلكس، يعني نحنا لازم نكون عم نعمل فحوصات بنشوف قديش النسب عنا الموجودة، الباسيس، بي 12، الفوليك، معدن البوتاسيوم كمان كتير مهم للأشخاص كمان اللي عندهم مشكلة خمول بالغدة الكظرية. أكيد ما بدنا ننسى الفيتامين سي، نكون عم ندخل أكتر بنظامنا الغذائي، البروكلي، السبانخ، كل شيء أخضر، الكيوي وغيره فيه كتير فيتامين سي. بي 12، بي 6، الفوليك، معدن البوتاسيوم، هول كلهم بيعززوا عنا هرمون السعادة. وأكيد ما بدنا ننسى نكون عم ندخل، هلا عادة بنقول الأشخاص اللي عندهم خمول بالغدة الكظرية ما فيهم أصلا هن يكونوا عم يعملوا رياضة قوية، أو لأنه بيتعبوا وهذا الشيء أصلا حيعمل لهم ضغط أكتر على أعصابهم. فنحن بنحاول نقول لهم روحوا للقصص مثل السباحة، تكونوا عم تعملوا يوغا، تحبوا حالكم، تشوفوا شو حابين تعملوا وتعملوه. النوم ثم النوم ثم النوم كتير مهم، انه نكون عم ننام بالتوقيت المزبوط. يعني هول كتير قصص بيلعبوا دور مهم كتير للاشخاص اللي عن جد حابين اذا عندهم مشكلة خمول بالغدة الكظرية. يعني النوم، اليوغا، يحاولوا قد ما فيهم يحبوا حالهم، يكونوا عم ينتبهوا اي فيتامين بكون عم ضوي عنه. بليز انا عم ضوي انه هذا النوع اللي بيكون ناقص لازم نكون احنا عم نعمل اكيد فحوصات ونتاكد، تنقول انا بعطي العوارض. اذا انت بتحسي انه هول العوارض بمطرح انه انت عم تحسيهم، التجئي روحي اعملي هيدا النوع من فحص الدم لتكوني عم تتاكدي اذا هيدا الشيء بحاجه انه انت تجيبيه. مش انه يلا اذا ضوينا نحن على نوع حكينا عن مغنيسيوم او زنك او شيء انه نروح دغري نجيبه، لا، لازم نكون اكيد عم نعمل تحليل طبي. من الآخر يعني هو الاكتئاب، ونحن لنعزز هول كلهم لازم نكون عم ناخد هيدي الأنواع من الفيتامين. ما بيكفي، it's not enough أنه نكون نحن بس عم ناخد هول الفيتامينز، يعني لازم نكون عم نشتغل على حالنا لنقدر أنه نساعد حالنا نطلع شوي من الاكتئاب. وكل وقت مثلا في أشخاص بيقلك أنه أنا مني مكتئب وأنا سعيد وأنا حياتي مرتاحة، لا، أكيد بمطرح أنت لتوصل يصير عندك كل هالعوارض اللي أنا حكيت عنها، أكيد 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 في نوع من الاكتئاب اللي الأشخاص كتير ما بيعترفوا فيه. خلينا نعمل الفحوصات نتأكد أنه كل شيء عندنا مزبوط، وساعتها نقرر إذا فيه ولا ما فيه، ما نخبص من راسنا.